أمير المؤمنين عليا ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تبين فضلاً لبعض خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. لكن الأوامر القرآنية التي وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، والنواهي التي وجهت إليه صلى الله عليه وآله، والتهديدات التي وجهت إليه في القرآن الكريم، كما ورد في الروايات المتواترة تواترا إجماليا، أنها على نحو إياك أعني واسمعي يا جارة. القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، هذا نص كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. طبعا روايات عديدة أيضا موجودة. الأمر من الله سبحانه وتعالى لرسول الله صلى الله عليه وآله لا يحتاج أن يذكر في القرآن الكريم. بين الله وبين رسوله يوجد ارتباط دائم، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قلوبنا أوعية لمشيئة الله فإذا شاء شئنا. النبي لا ينتظر أن ينزل شيء في القرآن الكريم، بينه ارتباط، بينه وبين الله سبحانه وتعالى ارتباط مباشر. فالأمر الذي يرد في القرآن الكريم متوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا إما على نحو توجيه الأمر عبر النبي صلى الله عليه وآله إلى الناس، توجيه النهي عبر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الناس، توجيه التهديد عبر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الناس، أو أحيانا الأمر بالفعل لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن لهدف أن نعرف نحن شيئا قد نغفل عنه، شيئا في مجال العقيدة ممكن، شيئا مشكلة متوجهة إلينا لكي ننتبه إليها، قضية معينة تاريخية الله عز وجل يريد أن يوصلها إلينا فيأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بطريقة معينة حجة للمؤمنين على غيرهم، وأمثال ذلك. إجمالا
ما يخاطب به رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن الكريم إما عبره إلينا أو يريد الله عز وجل أن يوجهنا لشيء، وإلا النبي لا يحتاج إلى أمر قرآني. قبل أن ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله كان يعرف تفاصيل القرآن الكريم. الله عز وجل في هذه الآية يخاطب رسوله صلى الله عليه وآله بأمر ونهيين، أمر ونهيان، ثلاثة أشياء: واصبر أمر، ولا تعدو نهي، ولا تطع نهي. هذا إلينا. الدنيا تأخذنا، لا، اصبر أنت، أنت كل شخص. الخطاب عبر رسول الله صلى الله عليه وآله إلينا: اصبر مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء المؤمنون اصبر معهم. نهي: لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا، هؤلاء المؤمنون متعبون، فلان أحسن، فلان يوصلني إلى هدفي من أهداف دنيوية، مقام، منصب، أموال. الله عز وجل يقول: لا تعد عيناك، لا تعدو، تعدو، لا ناهية فتجزم، الواو تحذف، لا تعدو يعني، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، لا، هؤلاء جماعتك، كن مع هؤلاء، اصبر معهم. النهي الآخر: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أولئك الغارقون في الدنيا، كل فكرهم دنيا، كل هدفهم دنيا، هؤلاء الغفل عن ذكر الله عز وجل، هؤلاء الذين لا يفهمون معنى الآخرة، هؤلاء الذين لا يدركون قيمة العبادة، لا تطعهم. لي الأمر موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله، هو لي، لك، لا تذهب إلى هؤلاء إلا لمقدار الضرورة فقط، لا تجالسهم إلا بمقدار الضرورة، هؤلاء يقتلون قلبك، يميتون قلبك، القلب يقسو بالجلوس معهم، بالنظر إلى أشكالهم القلب يقسو. المؤمنون متعبون، فليكن، اصبر معهم. هذا جانب في هذه الآية المباركة، وهو جانب مهم للغاية، للغاية، ولكن حديثنا ليس عن هذا الجانب. أريد أن أقف عند هذه الآية المباركة من جانب مختلف. عادة في كتب التفسير يذكر بعض من هذا الجانب الأول، الجانب الثاني أصلا لم يذكر. قلت الأوامر القرآنية لرسول الله قد تكون لإفهامنا شيئا، حتى لو كان الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله، حتى نحن ندرك شيئا. الآية المباركة ماذا قالت؟ تقول: واصبر يا رسول الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. المؤمنون الصالحون الخيرة، ليس الكلام عن السيئين، عن المؤمنين. إذا قال لك شخص اصبر على أولادك، يعني ماذا اصبر على أولادك؟
يعني أولادك ليسوا بالمستوى الذي تحبه أنت، أنت تريد أن يكون أولادك بمستوى أرقى، هم ليسوا بهذا المستوى، أصبر تحملهم. إذا كان أولادك بالمستوى الذي تحبه يقال لك أصبر؟ لا، يقال لك أشكر ربك، أولادك بالمستوى، أولادك يقرون عينك. أصبر يعني ماذا؟ يعني أولادك ليسوا بالمستوى، يعني أولادك يتعبونك، لكن أولادك أصبر معهم. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله أصبر مع هؤلاء. يعني ماذا أصبر مع هؤلاء؟ يعني أنا الله أعلم أنهم متعبون، يتعبونك يا رسول الله، لكن أصبر. أنا هكذا أفهم، استيعابي دقيق غير دقيق لا أعلم، ولكن هذه حقيقة. رسول الله صلى الله عليه وآله صبر، صبر على أصحابه الطيبين الخيرين، صبر أم لا؟ ما كانوا بالمستوى. بأي مستوى؟ بمستوى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتما لا، ذاك مستحيل. النبي صلى الله عليه وآله يطلب من أصحابه أن يكونوا بمستواه؟ النبي لا يطلب المستحيل. لا، ما كانوا بالمستوى الذي كانوا يتمكنون أن يكونوا به، بالمستوى المطلوب منهم ما كانوا. النبي صلى الله عليه وآله لا يكلف أحدا أكثر من حده، أكثر من طاقته. لماذا يقال لرسول الله: يا رسول الله اصبر؟ اصبر على من؟ السيئين؟ لا، السيئون يحتاجون إلى صبر، ذاك موضوع ثاني. الآية المباركة تتحدث عن الطيبين، عن الخيرة. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هؤلاء الخيرة التحف. يا رسول الله اصبر عليهم. وقد صبر رسول الله، كم تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله من الطيبين وأهل البيت صلوات الله عليهم، كم تحملوا من الطيبين من أصحابهم، من الخيرة من أصحابهم. رسول الله صلى الله عليه وآله كم يتحمل منا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا يلزم أن يتحمل رسول الله صلى الله عليه وآله منا؟ لماذا نحن بهذا المستوى الداني المتعب لرسول الله صلى الله عليه وآله، حتى يؤمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يصبر علينا؟ وقد صبر طبعا، هو يعلم أوامر الله سبحانه وتعالى من قبل. هذا حتى ندرك نحن من نحن، كم نتعب رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ يكفيه أعداؤه الذين أتعبوه ويتعبوه على مر الدهور، إلى يومنا هذا أعداء رسول الله يتعبونه، إلى يوم الظهور الشريف أعداء رسول الله يتعبونه، كفى. أنا لماذا أتعب رسول الله؟ مشاكله قليلة أنا أزيده مشكلة فوق مشاكله، حزنه قليل أنا أزيده حزنا فوق حزنه. هذا واقعنا، هذا واقع رسول الله صلى الله عليه وآله معنا. كم من الآيات وردت: انصروا رسول الله. كم ننصر رسول الله؟ فكرنا في ماذا؟ جهدنا في ماذا؟ كله دنيا في دنيا في دنيا. مشاكلي مشاكل دنيوية، أطماعي أطماع دنيوية، هدفي هدف دنيوي، أرباح دنيوية أبحث عنها، مقامات دنيوية أبحث عنها، كل دنيا. أين نصرتك لرسول الله؟ أين نصرتك لإمامك؟ أنا عن نفسي أتكلم، عن نفسي حقيقة لا أخاطبكم. كم أنا متعب لإمام زماني أرواح العالمين له الفداء. رسول الله صلى الله عليه وآله يحتاج أن أنصره أنا؟ حاشا لله، إلا تنصروه فقد نصره الله في آية قرآنية أخرى: ومن نصر إلا من عند الله. مع ذلك الله عز وجل يخاطبنا، يأمرنا بنصرة النبي. لماذا؟ هي النصرة من الله عز وجل، الله نصره. أنت لماذا تكون متعبا؟ أنت تكف نصرك عن رسول الله صلى الله عليه وآله. الله
من قبل أن تكون أصلا أنت موجودا، من قبل أن يكون آباؤنا موجودين، الله نصر رسوله صلى الله عليه وآله. لكن أنا كيف أكون؟ انظر يمنى، انظر يسرى، انظر ما حولك، ترى في كل شيء قد نصر الله عز وجل رسوله، في كل شيء، آلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف من الجوانب، انظر الله نصر رسوله. نموذج أذكر لكم، قبل ما يقارب من 80 سنة كانت إحصائيات تقديرية أن عدد نسل رسول الله، عدد السادة الذين ينتسبون عن طريق الآباء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ما يقارب قبل 80 سنة تقريبا ما يقارب من 50 مليونا. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسبة مضاعفة المسلمين في المسلمين النسبة أعلى من غيرهم، النسبة على أقصى حد كل 28 سنة العدد يتضاعف. يعني اليوم فئة من المسلمين عددهم مثلا 10 ملايين، بعد أقل من 28 سنة، أكثر شيء 28 سنة، بعد 28 سنة هذا العدد من 10 ملايين يصير 20 مليون، يتضاعف. بعد 28 سنة ثانية من 20 مليون يصير 40 مليون، ضعف بنفس المقدار. بعد 28 سنة ثالثة من 40 مليون يصير 80 مليونا، هو يتضاعف. هذا على أكثر التقادير، وإلا طبعا الحسبة ليست صعبة، وإن كانت هناك معادلات ذاكرين، لا حتى هناك معادلات تقريبا كل الناس يتمكنون يعرفوا صحة هذه المعادلة، معادلة بسيطة تطبيقه، لا أريد أن أدخل في هذا الجانب، تطبيق هذه المعادلة على من تعرف، على عائلة معينة مسلمة، ترى أن المعادلة صحيحة، في أقل من 28 سنة عددهم يصير ضعفا. 50 مليون قبل ما يقارب من 80 سنة، يعني بعد 28 سنة 50 مليونا صار 100 مليون، بعد 28 سنة ثانية العدد من 100 مليون صار 200 مليون. نحن الآن في أواخر هذه 28 سنة الثالثة، يعني قريب أن نكمل 28 سنة ثالثة. بعد إكمال 28 سنة ثالثة العدد من 200 مليون يكون 400 مليون سيد، 400 مليون شخص من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله تقريبا. اللهم صل على محمد. كم هو عدد البشر قبل 7 أشهر بالتحديد في منتصف الشهر 11 من سنة 2022؟ أعلنوا، سمعتم في وسائل الإعلام العالمية ضجة، وصل عدد البشر إلى 8 مليارات. 400 مليون من 8 مليارات يعني ماذا؟ لا تقل 400 مليون، بحدود 400 مليون. 400 مليون من 8 مليارات يعني من كل 20 شخص شخص واحد، لا قل من كل 21 شخص شخص واحد. من كل 21 شخصا على وجه الكرة الأرضية واحد منهم من نسل رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ائتني بنموذج آخر، الذين كانوا يعيشون قبل 1400 سنة في زمن النبي صلى الله عليه وآله، نسلهم اليوم كم هو؟ ائتني بشخص ثاني عنده نسل هكذا. جابر بن عبد الله الأنصاري كان في ذلك الزمن، يعني قبل 1400 سنة، نسله اليوم موجودين،
كم نسله؟ 10 ملايين لا يكونون. العباس عم النبي صلى الله عليه وآله كان في ذاك الزمن، نسله كم اليوم؟ موجود، نسله موجود اليوم، عنده نسل، كم نسله؟ لو جمعتهم 10 ملايين لا يكونون. الذين كانوا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل الإسلام، شخصيات الضخمة الكبيرة، سياسية، علماء، أنبياء، أين نسلهم؟ كم نسلهم وأين نسلهم؟ أرسطو أين نسله؟ تلميذه إسكندر، هذه الشخصية العملاقة، أسس إحدى أكابر إمبراطوريات تاريخ البشر، أين نسله؟ طبعاً الذين كانوا قبل رسول الله المفروض نسلهم أكبر بكثير، كل ما تقدمت الأيام، قلت كل 28 سنة طبعاً في المسلمين العدد يتضاعف، في غير المسلمين نسب مختلفة ولكن العدد يتضاعف، أين نسلهم؟ ائتني بشخص آخر قبل 1400 سنة كان يعيش، اليوم عنده نسل 400 مليون، لا، عنده نسل نصف هذا العدد 200 مليون، لا، ربع هذا العدد 100 مليون، لا، عشر هذا العدد 40 مليون، يوجد اليوم؟ النبي يعقوب على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كان يعيش قبل رسول الله صلى الله عليه وآله بأكثر من 2000 عام حسب ما هو مذكور في التاريخ، يعني من قبل 3500 سنة من يومنا هذا تقريبا، بل أكثر يقولون، وفاته قبل اليوم ب3600 سنة، يعني 20 قرنا قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، المفروض نسله اليوم أضعاف مضاعفة لنسل رسول الله صلى الله عليه وآله. كم هو نسله؟ موجود نسله يعقوب اليوم موجود. من اليهود؟ اليهود نسله يعقوب. كم عددهم؟ طبعا عندهم جهات للإحصائية الدقيقة، جهات في العالم، الإحصائية التي قرأتها، الإحصائية الرسمية التي قرأتها قبل بالتحديد 10 سنوات، سنة 2013 ميلادية، قبل 10 سنوات بالضبط. طبعاً هم هو كل سنة عندهم إحصائية، أنا ما اطلعت على الإحصائيات الجديدة. إحصائياتهم في سنة 2013 ميلادية قبل 10 سنوات كان عدد نسل يعقوب، عدد اليهود في العالم، بحدود تقريباً 14 مليونا فقط. نسل يعقوب قبل 3600 سنة تقريباً، اليوم حسب هذا الإحصاء تقديراً يكونون بحدود 17 مليونا، 18 مليون، قطعاً دون 20 مليون. كيف يمكن؟ طبعا هذا الذي هو نسل رسول الله بهذا الحجم الكبير الضخم في العالم، هذا فقط نسله عن طريق الآباء السادة. طبعا النسل عن طريق الأمهات لا يحسب، الله العالم كم هو. هذا مع ما تعرض هذا النسل للقتل والإبادة بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله بأسبوع واحد 7 أيام، ثلث نسل رسول الله صلى الله عليه وآله قتل. من كان نسل رسول الله؟ الحسن، الحسين، المحسن صلوات الله عليهم، قتلوا المحسن، يعني قتلوا ثلث نسل رسول الله بعد استشهاده ب7 أيام. بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله ب50 سنة في عاشوراء أبادوا كل نسل رسول الله صلى الله عليه وآله من الرجال، لم يبق من الرجال بعد عاشوراء إلا 3 رجال فقط وفقط وفقط، الإمام زين العابدين، الإمام الباقر صلوات الله عليهما آنذاك كان عمره 4 سنوات،
والحسن المثنى. نسل رسول الله من الرجال أبيدوا كاملا، فقد بقوا هؤلاء. بعد ذلك كم قتلوا من نسل رسول الله صلى الله عليه وآله؟ وتعلمون القتل في بدايات النسل معناه إبادة ملايين، كل شخص قبل 1400 سنة نسله اليوم كبير. مع كل هذه الإبادة هذا العدد، أليس هذا نصر لله عز وجل بالنسبة إلى رسوله؟ كل شيء ضد رسول الله، كل شيء ضده، ضد أهل بيته، ضد نسله. أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله كم هي نسبتهم؟ أصلا الأمر واضح، لا يحتاج إلى إحصائيات أصلا. كم كانت نسبتهم؟ كم أصبحت نسبتهم؟ باستمرار على طول الخط شيعة رسول الله، أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، نسبتهم تزيد. النسبة تعلمون هذه مسألة بديهية رياضية، النسبة إذا زادت في مجال يعني أن النسبة في المجال الثاني نقصت، مسألة بديهية. أنت معي شركاء لك 99%، أنا لي 1%. اليوم عندنا 100 دينار، بعد 10 سنوات عندنا 1000 دينار، ولكن أنت من 99% نزلت إلى 90%، أنا من 1% صرت 10%، إذن أنا ربحت على حسابك، يعني نسبتي زادت نسبتك قلت. وإن كان العدد زاد، هو العدد يزيد، عدد البشر يزيد، ولكن النسبة في الأمم الأخرى تقل، والنسبة في أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله تزيد. هذا أصلاً لا يحتاج إلى برهان، لأنه واضح جلي أصلاً، وضوح الشمس. يعني أتباع رسول الله يزيدون على حساب من؟ على حساب الأمم الأخرى، الأمم الأخرى تنقص. يا أخي الإعلام ليس بيد أتباع رسول الله، الأموال ليست بيد الأموال الضخمة ليست بأيدي أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله، الدبلوماسية العالمية ليست عندهم، قوة السلاح ليست عندهم، قوة القوانين التي بها ينظرون إلى أهداف معينة ليست بأيديهم. يعني القدرات العالمية الضخمة، العالمية الضخمة بيد أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله، مع ذلك على حسابهم أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله يزيدون. هذه ليست نصرة الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وآله. انظر يمنه وانظر يسره، الله عز وجل نصر رسوله وينصر رسوله، النبي لا يحتاج إلى نصرتنا، ولكن نحن لماذا نكون هكذا؟ أمرنا بنصر رسول الله لا ننصره. يا أخي رسول الله صلى الله عليه وآله أب، هو صرح أنا وعلي أبوا هذه الأمة. الأب ماذا يحب في أولاده؟ ألا يحب أن تقر عيونه بأولاده؟ نحن قرة عين لرسول الله. طبعا لا، رسول الله لا يحتاج إلينا، عنده قرة عين الحسن والحسين، عنده أولاد الحسين، عنده صاحب الأمر روحنا فدا، هؤلاء قرة عينه. لكن أنا أكون بشكل أجب سرور رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا ابن رسول الله، كل هذه الأمة أبناء رسول الله، أنا وعلي أبوا هذه الأمة، النبي لازم يؤمر أنه يصبر عليه. لماذا؟ لماذا لا أكون ولدا؟ لماذا لا أكون ابنا بارا لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ حتى الذين ليسوا من أولاد رسول الله هم أبناء رسول الله، أمة رسول الله أبناء رسول الله، أنا وعلي أبوا هذه الأمة. لا أكون ابنا بارا بأبي. أختم كلامي بحديثين شريفين، طبعا هذا المعنى متواتر، هذا المعنى في روايات عديدة، سمعتم بعض الروايات الشريفة، ولكن ختامه مسك حتى نختم كلامنا بكلام المعصومين عليهم الصلاة والسلام. حديثان شريفان أقرأهما من الكافي الشريف. الحديث الشريف الأول عن الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال، عبارة جدا جدا مؤلمة، قال صلوات الله عليه: ما لكم
تسوؤون رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لماذا تدخلون السوء على قلب النبي؟ تدخلون الألم على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال رجل: كيف نسوءه؟ النبي صلى الله عليه وآله مستشهد في هذا الزمن، في زمن الحديث الشريف قبل 100 سنة تقريبا. فقال رجل: كيف نسوءه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما تعلمون أن أعمالكم تعرض عليه، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك. قلبه يتألم رسول الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فلا تسوءوا رسول الله وسروه. كن سبب سرور النبي. حديث شريف آخر عن عبد الله بن أبان قال: قلت للرضا صلوات الله وسلامه عليه: أدعو الله لي ولأهل بيتي. طلب الدعاء من الإمام عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أولست أفعل؟ أنت تتصور أنني لا أدعو لك؟ إمامك يدعو لك. أولست أفعل؟ والله، الإمام يقول، يحلف بالله عز وجل وهو أصدق خلق الله. الحلف تأكيد في القرآن الكريم، تأكيد في كلام رسول الله وأهل البيت، تأكيد. والله إن أعمالكم لتعرض علي في كل يوم وليلة. اللهم صل على محمد. قال عبد الله بن أبان قال: فاستعظمت ذلك. يا الله، الإمام يقول أعمالكم تعرض علي، لتعرض علي في كل يوم وليلة، فاستعظمت ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام لي: أما تقرأ كتاب الله عز وجل؟ وقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هو المؤمنون من هم؟ قال عليه الصلاة والسلام: هو والله علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد. تعلمون أمير المؤمنين، بوابة أهل البيت، الأمور التي هي مرتبطة بأهل البيت تنسب لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، لأنه أولهم، لأنه سيدهم، لأنه أبوهم صلوات الله عليهم. أعمالنا تعرض على رسول الله، تعرض على إمام زماننا. لا تسوءوا رسول الله، سروه، أكون سبب فرح النبي صلى الله عليه وآله. كيف؟ الحديث مجال آخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا سببا لسرور النبي صلى الله عليه وآله، أن يجعلنا سببا لفرح صاحب الأمر أرواح العالمين فداء. إلهي، كفى بي عزا أن أكون لك عبدا، وكفى بي فخرا أن تكون لي ربا. أنت كما أحب فاجعلني كما تحب، أنت كما نحب فاجعلنا كما تحب. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد.